تشكيل النادي الاهلي النهارده: محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني، ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم قلبي دفاع، وثنائي خط الوسط عمرو السوليه وهيبقى معاه مروان عطيه، ورباعي المقدمه محمد مجدي قفشه، بيرسي تاو، واحمد عبد القادر، ومحمود عبد المنعم كهربا. مره تانيه: محمد الشناوي، محمد هاني، علي معلول، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، رباعي خط الظهر، وثنائي خط الوسط عمرو السوليه مروان عطيه، ورباعي المقدمه محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا. نتمنى كل التوفيق لعيبه النادي الاهلي النهارده وجهازهم الفني، وان شاء الله ان شاء الله يبقى الانتصار من نصيب النادي الاهلي.